قرأت الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن ننتقل إلى ملاحظة الدكتور عبد القادر مقصى هو جماعة بلاغة وسيبويه كما تعلمون هو حامل علمه أي علم
الخليج كما هو معلوم. وبغض النظر عن اختلاف موضوع هذه البنود، فإن قصدنا هو التنبيه على إلى ماذا؟ إلى أصلها البيداغوجي والتعليمي، مثلما هو الشأن بالنسبة لإصدارات الباحث إسماعيل الموسوي الذي عمل من جهته على تحويل المادة العلمية لمحاضراته إلى مادة تعليمية ميسرة، وهو الذي يبدو جليا في المنجز عبارة وأسلوبا وشواهد مختلفة الأجناس. هذا عن المدخل البيداغوجي. بالنسبة للمدخل العلمي أو الكتابة التاريخية والأسئلة العلمية، أشير هنا إلى أنه رغم الطابع البيداغوجي لهذه المحاضرات، فقد حرص صاحبها في تحويلها إلى كتب علمية على استجابتها للشرائط والضوابط العلمية المتعارف عليها في هذا الباب، كما يبدو ذلك واضحا من خلال مركزية الأسئلة العلمية التي أثرت هذه الإصدارات. ويمكن تركيب بعض هذه الأسئلة فيما يأتي. أولا، سؤال ما الأدب وما جدواه؟ إنما يثير انتباه المتأمل عناوين إصدارات الباحث إسماعيل الموسوي يدرك أنها تتصل بموضوعة مركزية هي الأدب بمختلف فنونه وأجناسه قديمه وحديثه، وهو الأمر الذي دعاه منذ البداية للتساهل على الجدوى من دراسته وتدريسه وقراءته ونقده، وذلك قبل أن يتساءل عن ماهيته. ويبدو أن في استعارة جواب أحد رواد الشعر العربية أو شعراء العربية وهو عباس بن العقاد فيه نوع من الإدراك المكين من الباحث إسماعيل الموسوي بأهمية الأدب في تشكيل الوعي الجمالي لدى الإنسان العربي، حين قال: تحسين نظري يساوينا بسائر الأحياء، ولكن التحسين لدى الجمال لا يجعلنا أحياء وحسب، بل يجعلنا بشر ممتازين في أمة ممتازة. إن الوعي انتهى كلام عباس بن العقاد. إن الوعي بأهمية الجمال الأدبي هو الوعي بحقيقة وجود الإنسان، ومن ثم الوعي بالحياة. ونحسب أن التساؤل عن ماهية الأدب وجدوى دراسته وتدريسه اليوم من المداخل المهمة في النظريات الأدبية الحديثة للتساؤل عن سؤال الأدبية الكاملة في هذه النصوص، ولما كان هذا النص أدبيا، ولما لا تزال نصوص متحققة في الماضي تؤثر فينا. إن أهمية هذه الإصدارات تكمن في الأسئلة التي طرحتها، فضلا عن الإجابات والمقاربات التي طرحتها في هذا الباب، والتي يمكن تركيبها في عدبات وثنائيات متفاعلة ومتكاملة، وهي الألم والتنمية البشرية، من خلال تأكيد الباحث إلى أن تأكيد أن الأدب يساهم في التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية خلال الفترة الحديثة والمعاصرة. انتهى كلام إسماعيل الموسوي. أيضا، ثنائية الأدب والبعد القومي والثقافي. إن أهمية الأدب تكمن بتصور الفكر والكلام المؤلف للاطلاع على تراث الحضارات والأمم السابقة، والمحافظة على اللغة وما تحمله من تراث وأفكار وعلم وأدب. ثم هناك الأدب والمتعة الجمالية المتمثلة في كما ذكر الباحث بتحقيق تهذيب الوجدان والعواطف وتحقيق المنفعة. وهذه عجبات مهمة لقراءة هذه الكتب. بل إن الحديث عن جدوى الأدب يستلزم منا التنبيه إلى خطورة وضع الاعتبار لمؤسسة الأدب، كما ذكر بعض ذلك تودروف في كتابه المشهور له هو الأدب في الخطأ. واسمحوا لي أن أستعير كلامه لأعبر عن جزء من واقع تدريس الأدب أو تعبيره التعليم الأدبي بجامعاتنا. إن معرفة الأدب ليست غاية في ذاتها، وإنما هي إحدى السبل الأكيدة التي تقود إلى اكتمال كل إنسان، والطريق الذي يسلكه اليوم التعليم الأدبي الذي يدير ظهره لهذا الأفق يجازف بأن يسوقنا نحو طريق مسلوك، دون الحديث على أنه من العسير أن يفضي إلى عشق الأدب. انتهى كلام تودروف. إن الأدب هو خطاب عن العالم، والواقع الذي يسعى لفهمه هذا الأدب بمختلف صوره هو ببساطة التجربة الإنسانية. ومن ثم فجدوى الأدب تكمن في الإمكانات اللانهائية التي يتيحها للتفاعل مع الآخرين. إنه يثرينا ويزودنا كما يقول تودروف بإحساسات لا تعوض، تجعل العالم الحقيقي أشهن بالمعنى وأجمل. وبالجملة، فالأدب يتيح لنا فهما أفضل للإنسان والعالم. السؤال الثاني وهو سؤال المنهج أو السؤال المنهجي. إن المتأمل لمنجز الباحث في هذه الإصدارات العلمية يلاحظ نزوعه المنهجي التاريخي السياقي الواضح في رصد تاريخية الأدب العربي في محطاته الكبرى، دون أن يمنعه ذلك وفق ما يقتضيه مقام الحديث، لا سيما ما يتصل بخصائص الاتجاهات والعصور الأدبية، دون أن يمنعه ذلك من الإشارة إلى بعض المقومات الفنية العامة للنصوص.
وتبقى أهمية هذه الرباعية أو الثلاثية المتصلة بالألم أنها توفر للطلبة والباحثين كما ذكر الباحث نفسه في مقدمة كتاب الألم الحديث المعاصر بالمغرب صفحة 9 من النصوص الوافية المرتبطة بهذه اللحظات التي يمكن البناء عليها مستقبلا باستثناء شعبها الجمالي مع ما يحتويه ذلك من الدقة المنهجية التي من شأنها إنتاج معرفة أدبية تضم وفية لمقصدها المتمثل في فهم الأدب وعشقه والتأكيد على بعده الاجتماعي والإنساني المثمر. وأغتنم الفرصة لأن أنبه في هذا السياق إلى واقع جامعاتنا اتمت وللأسف الشديد الاستعارة عن فهم الأدب وأجناسه القديمة والمستحدثة بدراسات أدبية تغلب المنهجية على النصي وتغرق في النقاش النظري على حساب الدراسة التحليلية للنصوص، بل منها من ما يدعو للتحرر من كل قيد منهجي. السؤال الأخير هو سؤال التحليل وتاريخ الأدب في ارتباط النزوع التاريخي المشار إليه آنفا. يستوقفنا تصريح نظري هام من الباحث يؤكد فيه أهمية تدريس تاريخ الأدب في جامعاتنا، إذ يقول: أضحى خطاب التاريخ الأدبي على مستوى التعليم الجامعي والأكاديمي مبحث لا غنى عنه ما دام يروم إلى تحقيق مستوى من الجمهورية لبحث الظاهرة الأدبية واستقصاء معناها عبر العصور الأدبية المختلفة والطريقة التي تتناسل بها المفاهيم والأفكار الأدبية عن بعضها الآخر. انتهى كلام إسماعيل موسى. وتشعر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قبل أن نؤرخ لا بد أن نؤرخ موضوع التأريخ، والواقع أن هذا السؤال قد غاب عن برامج ومناهج المقررات الجامعية. لذا بادر الباحث من جهته إلى تحديد تصوره لتاريخ الأدب وموضوعه حينما أكد أن تاريخ الأدب يعنى بالتأريخ للأدب ونشأته وتطوره وذكر أهم أعلامه دون أن يمنعه ذلك من الإشارة إلى اختلاف مناهج كتابة تاريخ الأدب. فهناك من يلتزم بالتقسيم السياسي للعصور، وهناك من يؤرخ بالمناهج الأدبي والأنواع الأدبية، وهناك من يلتزم بتتبع أخبار الشعراء. ومع ذلك فقد نبه إلى أن الالتزام بالتقسيم السياسي لا يعني أن الظواهر الأدبية تتفق مع العصور التاريخية اتفاقا تاما. ورغم الالتزام من أجل عبر عن الباحث كما قلت، فقد نبه إلى ضرورة قراءة والكلام للمؤلف التاريخ الأدبي في ضوء المستجدات التي عرفت نظرية الأدب المعاصرة وكلام طروحات الأبحاث الجديدة التي أصبحت مؤهلة لتطعيم التاريخ الأدبي بمفاهيم جديدة وموضوعات مفتوحات من العلوم وتخصصات تتعارض مع التنابات النظرية. انتهى كلام المؤلف. ولا شك أنه بهذه الإشارات ينبه إلى أهمية مراعاة التحولات التي عرفت النظريات الأدبية والنقد الحديثة لتاريخ الأدب، كما هو الشأن بالنسبة لتصور نظرية التلقين كما جاء في مداخلة زميل سيد رشدي في توجهها التاريخي مع هانس فيرسياوس، التي تقدم نفسها بصفتها تجديدا لتاريخ الأدب وتحديا لنظرية الأدب بتشجيعها على تجاوز مختلف المقاربات التاريخية والماركسية والشكلية من خلال إعادة اعتبار الوظيفة التاريخية للمتلقي. إن مهمة تاريخ الأدب اليوم كما يقول هانس فيرسياوس لم تعد تنحصر في حدود رصد الأحداث الأدبية ونوعها وسرد أسماء المؤلفين وحسب، بل تمتد إلى تحقيق قراءة تاريخية وجمالية الأدب تراعي في اشتغالها سيرورة الخطابات حدود الذات المنتجة إلى الذات المتلقية. وبذلك يصبح تاريخ الأدب تاريخا لأسئلة القراء وأجوبة النصوص، وليس تاريخا للأدب والأدباء فحسب، ومن ثم تحديا للنظرة الأدبية كما يؤكد ذلك هانس فيرسياوس. ولا شك أن الحديث عن التاريخ له صلة مباشرة بسؤال التحقيق كما هو واضح من خلال موجز الباحث، مما لا نحتاج معه إلى بيان. ويبدو أن لجوء إلى هذه الوسيلة الإجرائية في التأريخ للأدب العربي إنما هو من أجل إقامة تصور لدراسة النصوص الأدبية المتحققة في الماضي وإدراجها في حقبة تتأسس على ما يشبه بالتشابه العائلي على حد تعبير إينشتاين، وبالأحرى على الزمن الأدبي والتعاقب النصي. والمتأمل لمنتج الباحث المزوج في هذا الباب يلاحظ نزوعه المزوج بين الارتهان للتاريخ وللمعالجة الأدبية العامة للنصوص كما يبدو جليا في تصنيفه للأدب العربي الحديث والمعاصر إلى كلاسيكية ورومانسية وشعر حر وقصيدة النف والبحث عن خصائص كل مدن من خلال معالجة النصوص بما يسمح به المطلب البيداغوجي والتعليمي. وفي السياق ذاته ننوه بأهمية النزوع البنيوي الذي يركز على التأريخ للأشكال البلاغية كما في منجز جون فوغان في كتابه بنية اللغة الشعرية.
الذي رصد تطور الشعر الفرنسي في نموذجه الكلاسيكي والرومانتيكي والرمزي منطلقا من دراسه النصوص وتحليلها من زاويه نظريه الانزياح في معيار الصوتي والدلال. وقد لاحظ انه في الجماليه الكلاسيكيه لم يكن بالنسبه اليه مسموحا بالانزياح الا في قلوب ضيقه، ومن ثم فهي جماليه منافيه للشعر باعتباره انزياحا، فضلا عن ان كلمه الشعر كانت تعني عنده نمطا محددا من الجمال، الامر الذي لم يظهر الا مع ظهور الرومانسيه، وصار الشعر اكثر شاعري مع تقدمه في التاريخ، اذ تطور فيما بعد في اتجاه ما اسمه فاليري بالشعر الخالص. ان سؤال التحكيم بناء على ما تقدم مساله استراتيجيه ومهمه لرسم المنعطفات الادبيه التي عرفها تاريخ الادب العربي، ان على مستوى المذاهب والاتجاهات او على مستوى رصد تطور الاجناس الادبيه بحسب اسئله التاريخ الخاص بكل مرحله. وهذا سؤال اساس ومدخل مهم في كتابه الباحث سعيد الموسوي الذي رصد الاجناس الادبيه المستحدثه في كل حقبه ادبيه موصوله بحديث مفصل عن اسباب نشاتها واصولها الغربيه والعربيه، فضلا عن استقرار سماتها الفنيه والادبيه العامه، كما يبدو ذلك واضحا من خلال كتابه الادب الحديث والمعاصر. وهذا ملمح قوي من ملامح التفاعل البيداغوجي والتعليمي في هذه الكتابات المهمه في بابها وسياقها، والتي ابانت كما تقدم عن الحاجه الملحه اليوم لكتابه تاريخ جديد للادب والاشكال البلاغيه بشكل يتقاطع فيه البنيوي النصي والتاريخي ويتجاوب فيه الابداع بكل اجلاسه والوصف التحليلي للبلاغي والنقد. ولعل من حسنات هذه الاستثارات كذلك انها سلمت بالنسبه لكل باحث مجتهد تقليدا علميا مهما، وهو الحرص على اخراج محاضرات تداولي او تحقق حقها في التداول العلمي. وفي النهايه اجدد تحيه سميع اسماعيل موسى على هذه الاصدارات، ونشكره غايه الشكر على هذه الفرصه العلميه التي اتاحت لنا اللقاء بزملاء اعزاء دامت لكم الصحه والسعاده وزادكم الله فصاحه وبلاغه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للدكتور القاضي نقشه على هذه المداخله الرصينه.